هنعمل النهارده مع بعض بقى الكاستر بالجيلي، جيلي مانجا وجيلي فراوله، اللي انت عايزه تحطيها اي منكهات عايزه تحطيها، او بالشوكولاته لو عايزه تعملي بالشوكولاته. عندي بقى لتر حليب وعندي كوبايه سكر كبيره، والسكر ده حسب الرغبه، حسب التحليه هتحليه، وعندي كوبايه ميه اللي هقلبها في الكاستر، وعندي الكاستر اهو، وعندي روايح بقى فانيليا، وعندي روح موز عشان تدي ريحه وطعم جميل، وعندي لتر ميه، لتر ميه ولتر حليب، هقلب يعني الميه قد اللبن، لبن وميه. هنحط الميه الاول على البوتاجاز ونحط فيها السكر يدوب عشان ادوب فيها السكر الاول. كوبايه السكر يدوب معايا في الميه، ميه سنوات اقلب في الكاستر. ما بنزل بالسكر الاول عشان اللبن ما يرسبش في كل حاجه، ادوب السكر الاول. هنزل بقى باللبن، لبن اكون غليان قبل كده مغلي على الميه اللي بالسكر، وقلب مع بعض عمر. يغلوا معايا على النار بقى، هقلب بالكسر التقليب بقى. بص بقى قد تقلب وقد تنزل، بقى هيقوم يعلى كده، يرفع بس كده يغلي معاك اهوت، يقوم الغليان اهوت، اطفى عنه مع التقليه طبعا. شايفين القوام بتاعه كده؟ اطفى عنه البوتاجاز بقى، اطفى عنه بقى، واحط الفانيليا روايح بقى بتاعته، تديله ريحه بقى جميله. الله على الروايح، طلع جميل. هقسمه بقى ثلاث، بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ده اللي هضيف عليه الجيلي، يبقى ثلاث اطعمه بقى. هضيف بقى الاطعمه، هحط الجيلي بقى، جيلي فراوله اهي، استنى رايحين واقلب. شايفين البريك جميل ده معايا؟ لون جميل، الله على الالوان والريح والطعم هيطلع منين؟ ده
الجيلي بقى اللي احنا كنا هنا بنحبه. ننزل بقى بالجيلي المانجا اهوت كده بتقلب وتنزل. الله ما ريحه الجيلي المانجا، الله اللهم صل على النبي. ننزل بالكيس كله، اديني بقى لون المانجا الجميل ده. لوز هيبه من بعض انزل بقى بنوعين همك مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كاستر مع مانجا بقى. شكلي بقى زي ما انت عايز. كاستر ده جميل ده، اتفضلوا بقى. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة، شجعوني كده. تعليق جميل كده، اتفضلوا بقى من هنا والشيف جميل.